حاجات هنا افرض عليها يا رب 100%، مش هقول لك لا، لانه في هنا البديل ليها. طب اللي ملوش بديل، هو ده الكلام بقى، ده اللي هنتكلم عليه مع دكتور مجدي عبد العزيز بعد شويه، رئيس مصلحه الجمارك، لانه هيكون امر مهم. الاستاذ احمد الوكيل، مساء الخير يا فندم. مساء النور احمد بي، اهلا وسهلا. عامل دوشه ليه في البلد؟ والله يعني انا عامل انا الدوشه معموله بسببي وانا ما عملتهاش. ايه بقى، استوردت ولا ما استوردتش بصراحه؟ نهائي نهائي. يعني ال 147 الف طن دول مش بتوع سيادتك اللي كانوا في البحر؟ ده بقول لحضرتك، ميناء اسكندريه طلع بيان النهارده قال لك ان دول كلهم 70 طن اللي موجودين في الاسكندريه، ولشركه من احدى شركات الحكومه. القطاع الخاص مش داخل فيها نهائي. لا يعني كل الكلام انه حضرتك لم تستورد لا من يوم 10 ولا لحد النهارده استوردت ولا فرخه، ولا من السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها ولا من 4 سنين ولا من 5 سنين، ولا متعاقد على حاجه جايه قدام، ولا بشتغل في الفراخ اصلا. اصلا ما بتشتغلش في الفراخ؟ لو حضرتك هتبعت لي شويه اجنحه يبقى كتر خيرك. لا لا يا احمد دي دلوقتي، لا بجد حضرتك بتقول انك ما بتشتغلش اصلا في استيراد الفراخ نهائي، ولا شركه من شركاتك بتستورد فراخ، ولا كتكوت حتى. طب وليه اسم احمد الوكيل النهارده من امبارح ما فيش الا كله ده، وان حضرتك كسبت مليار جنيه شويه يعني حلوين يعني؟ والله انا قاعد عندي فيهم، لو تيجي تساعدني يا احمد يبقى كتر خيرك. يعني بتعد في المليار اللي كسبته؟ في الستة مليار اللي ممكن ييجوا بقى اما استورد ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك حاجة مهمة. احنا ما بنشتغلش يعني شركات ولا شركة بتشتغل في الفراخ، لكن بعيد عن هذا الموضوع، عشان احنا ايدنا موضوع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، لاني انا اعتبرت ان موضوع اول مرة الحكومة تتخذ قرار قبل حدوث الازمة. انت فاكر موضوع السكر حضرتك؟ بعد الازمة شالوا الجمارك. اي احنا بنتكلم النهاردة ان كان في جمارك 30% احمد بيه على طن الفراخ. الفرخة قبل ما كان الدولار ب 8 جنيه 88 قرش زائد الجمارك كانت بتكلف حوالي 19 جنيه ونص 20 جنيه. لو دلوقتي الدولار مقابل الجنيه ب 17 جنيه 85، لو حطيت عليها 30% تعمل تكلفة الفرخة 39 جنيه ونص. لو شلت حضرتك التسعه جنيه اللي هم الجمارك يبقى الفرخه بحوالي 30 جنيه تكلفه 30 جنيه وربع، لان الطن ب 1500 دولار لو ضربته بحضرتك 17.85. الصناعه الوطنيه اللي كلنا لازم نحميها، ايوه، ان النهارده بتبيع الفرخه في مزرعه حيه ب 16 جنيه. يعني عشان لما تتذبح وتبقى مهيئه للبيع تتكلف 26 جنيه. بتتباع النهارده ب 29 جنيه. للمستهلك. نعم. النهارده مقابل ان انت مهما جبت فراخ، يعني السنه اللي فاتت بحالها دخل 115,000 طن فراخ مستورده. في سنه كامله. في 2015. في حين ان كان انتاجنا 700,000 طن. انتاجنا من الفراخ في 2006 كان 1,000,000 طن. احنا متوطن عندنا امراض منها انفلونزا الطيور، ودي هذا المرض بيتحرك، الميكروب بتاعه بيتحرك، ان شاء الله ما يتحركش اما الدنيا تبقى ساقعه وبرد. يعني انت حضرتك بتتكلم ان مهما حصل في الاربع خمس شهور اللي جايين مش هيدخل زياده عن 50 60
60 ألف طن هم دول اللي عايز، لأن أنت عارف حضرتك سلة البروتين عبارة عن لحم أبيض ولحم أحمر والسمك. لو حاجة اختلت هتأثر في أسعار الحاجات التانية. فعشان كده إحنا حيينا الحكومة في ما اتخذته من قرار لأنه لا يؤثر على الصناعة المحلية. وخاصة ان مدخلات الصناعة المحلية، انت عارف صناعة الدواجن 80% منها مستورد من الخارج. اكتر حاجتين بيأثروا فيها اللي هي الذرة والفول الصويا. الذرة معلوش جمارك، عليه 1% جمارك، وحب الفول الصويا معلوش جمارك. هو قد يكون قصد الفول الصويا عليه 5% جمارك. نعم. لكن احنا عندنا انتاج زيت هنا 70% النهارده من الفول الصويا بيطلع من شركات انتاج الزيت، يبقى برضه معلوش جمارك. نعم. يبقى مفيش اي ضرر للصناعه في هذه المرحله. طيب وحضرتك بتقول لي، طيب دلوقتي عشان كمان مهم ان حضرتك معانا على التليفون، حضرتك كمان مسؤول عن غلو السكر واختفاء السكر، وحضرتك واحد تقريبا من